حسم الجدل بعد دور عسير بالمرحلة قبل النهائية. الوحدات أعلن الأفراح وأنهى اللقب 13 من دور المحترفين وسط حضور جماهيري كبير من أنصار الوحدات. بعد موسم صراحة طويل، موسم تعبت فيه والله، تعبت كثير فيه، بس يعني انك تتعب وتفرح الناس ما عندي اي مشكله. المباراه بشوطها الاول لم تحمل في طياتها الغزل والدبلوماسيه. جماهير الاخضر الحاضره كعادتها كانت سر الوجبه المميزه، لينطلق النجم منذر ابو عماره بمعشوقته المستديره من وسط الملعب ليرمي السهم الاول لمصلحه الوحدات بعد 10 دقائق من البدايه. ذات راس وبغياباته المتعدده حاول أن يخطط لردة فعل مباشرة، لكن لم يوفق أبناء الكرك. الضغط المستمر من الوحدات تسبب بركلة جزاء لينفذها البيكاسو رأفت علي، لكن معتز ياسين المميز وبكل ثقة تصدى لها. الشوط الثاني عادت الإثارة والوحدات يريد زيادة الغلة من خلال الهجمات المتتابعة على شباك ياسين لحسم الموقف. أما ذات راس فقد ناور كثيرا بمناطق الوحدات ليحاول إعادة الأمور لنقطة البداية لتبقى الفرص ضائعة وتائهة بلا عنوان. خطأ من خارج منطقة الجزاء عند دقيقة 80 صوب رأفت وهز شباك ذات راس بهدف الأمان الذي كان بمثابة البوصلة التي وجهت سير اللقب لخزائن الأخضر. كل تعب أكيد في بعده شيء كويس، الحمد لله ربنا وفقنا، أخذنا 3 نقاط، حققنا المطلوب، فزنا بطولة الدوري، نهديها للجمهور الكبير اللي ما قصر معانا، إن شاء الله ربنا بوافقنا في الكأس إن شاء الله. شكر هذا الجمهور الكبير اللي أزرنا طول الموسم، وبهدي هذا الفوز خاص ناس لابني قصي، الله يطول بعمره إن شاء الله ويصير زي أبوه إن شاء الله، بالأخلاق وبالبطولات وباللعب وكل شيء. اليوم يعني إحنا كنا حاطين بعقولنا جايين نفوز، فيش مجال غير هيك، وبصراحة عن جد الموسم هذا بصراحة أصعب موسم أنا بشوفه يعني من خلال لعبي مع نادي الوحدات. أنصار نادي الوحدات أعلنت الأفراح كما أعلنها كادر الفريق بأكمله باللقب الذي كان بمثابة ماراثون عالمي. بقيادة وطنية وبعنوان مميز، وطني يحصد اللقب بعد صراع طويل. هذا هو عبد الله أبو الزمع يسجل نفسه من جديد في سجلات نادي الوحدات كمدرب لينتظر التتويج الرسمي مساء الأحد القادم. يوسف البستنجي، رؤيا